والله يا اخويا ملي تكتبوا لي انتما 17 سنه مازال ما درت حتى حاجه في حياتي. كان عرفتي كي تنشوف انا 17 عام اللي كنت انا في 17 عام كنقول والله الا نتوما واعرين عليا وحق الله. عرفتي علاش؟ لانك انت 17 عام في عمرك وزعما تحيه ليك تحيه زعما والله الا صادقه انه انت في عمرك 17 عام وكتحس بهذه المسؤوليه هذه وكتحس انه خاصك دير شي حاجه في حياتك وانه خاصك هادشي زوين صراحه هادشي زوين بزاف. ولكن في نفس الوقت كنضحك على راسي انا وانا في 17 عام اللي كنت قلت لك باقي كنقلب على البنات ومع تحيه واحترام انا في 17 عام ماشي في 37 عام انا ملي كنت عندي 17 عام ما كان ملي كنت 17 عام يعني انا كنت انا فهمتي والله العظيم تتحشموني من راسي. ولكن راه واخا كنت 17 عام كنت نضرب بريكولات كنت كنشري ديك الساعه كنا كنشري السيشوارات والمصالح قدام من الجوطيه كنعاود فيهم البيع. خويا 17 سنه انت في واحد المرحله مرحله التعلم ومرحله كسب الخبرات. فانت في هذه المرحله ماشي مطالب انك دير شي حاجه في حياتك. انت في هذه المرحله انت مطالب انك تقرا وحاول تقرا حاول يعني المصادر المعلومه ديالك يكونوا صحاح متفقين. يعني انت في هذه المرحله سي بابي ماشي مطالب انك دير شي حاجه انت باقي صغير على انك دير شي حاجه. هذا السؤال ممكن تطرحه على راسك ملي دير 30 عام او 34 عام او لا مثلا يكون عمرك قدي 37 عام ديك الساعه مسموح لك تطرح هذا السؤال. انت في واحد المرحله ديال التعلم ما تزربش على راسك. مجموعه من الشباب قدك او لا صغار منك كيزربوا على راسهم. علاش؟ كيشوف واحد الرقي وقصير في دير الفيديوهات في يوتيوب وتيضرب الصرف تضرب الصرف تيقول او هذا في عمره 17 عام باقي في السيزيام ولا باقي في الباك وتيضرب هذا الصرف وهذا وانا ما تنضربش وهذا وحتى انا بغيت نضرب النايكا وحتى انا بغيت نضرب وحتى انا بغيت نضرب وحتى انا بغيت نضرب. يعني هو كيتاثر من طرف هاد الناس فهو كيحس بواحد الحاجه انه هو ما داير والو في حياته. لا خويا هذاك اخويا اللي كيبان لك تيطرطط ما وتيدير داك المحتوى ديال الكلاخ حيت هو مكلخ وما عنده ما يعطي واخا انه كيجبد مكلخين بحالو كيشوفوه وكيشجعوه. ولكن هذاك الشخص راه هذاك الانسان ما عنده حتى قيمه ما عنده حتى قيمه فكريه. هذاك السيد تيبقى بوزبال بفلوسه كيشوفوه الناس بوزبال الناس اللي هما متكفين الناس اللي بعقلهم الناس اللي عندهم كاريزما تيبان ليه بوزبال. هذاك ما تيبانش ليه عنده تيبان ليه بوزبال عنده الفلوس. وشحال من بوزبال عنده الفلوس. يعني انت خويا خاصك تبني انت في واحد المرحله ديال بناء الانسان وهذه المرحلة هي مرحلة مهمة هي اللي غتجري عليك حياتك كاملة. فما تأثرش بهاد البخيشات هادو حيت هادو خاصك تعرف واحد القضية عندهم يوتيوب وإن شاء الله غتكون عندي لكم واحد المفاجأة من هنا للقدام وغادي تعرفوا شي حويجات. ما بغيتش نستبق الأحداث مي هاد الناس راه غتجي واحد الوقيتة وغيحبسوا راه ما غيبقاوش وغيلقى راسو أنه كان ضحية راسو وضحية المجتمع. علاش كان ضحيه المجتمع؟ لانهم كانوا كيصفقوا ليه وكانوا كيوهموه بانه انسان مشهور وانه انسان واصل وانه انسان. وفي الحقيقه هذا الشخص هذا نهار غادي يفقد هذاك الشهره او لا غيفقد هذاك المدخل ديال الفلوس اللي كيمديك التفاهه ومداك ديك تابو الزبالات التي يعاقب عليها القانون حيت هذوك راه ما لقاوش اللي تقفض لهم الذي يعاقب عليها القانون راه غيقعد سي ساعه لانه غيلقى راسو وصل لواحد المرحله في العمر غيلقى راسو اول ما قادرش يخدم لانه وجهه وانا معروف وكان تيعيش واحد النرجسيه معينه ما يبغيش يخدم في اي خدمه اللي جاب الله وصعيب انه كان عايش واحد المستوى مادي وغيرجع لواحد المستوى اخر اللي ما غيلقاش 20 درهم في جيبو. هاد الناس راه ضحيه ديال المجتمع وضحيه ديال راسهم بجوج. فلهذا خويا 17 عام حاول انك ما تاثرش بهاد الناس حيت هاد الناس راه ما هو اصلا هو ما واعيش ما عارفش انه راه غادي على واحد الخط رقيق اي وقيته يقدر يتقطع واي وقيته يقدر يطيح. عايش انسان يتغدى بالبوز خاصو الا ما دارش البوز في ذاك النهار دوز السيمانه غينساوه عباد الله. فما تحاولش انك تاثر بهذا النوع. لهذا انت في هذه المرحله قرا كسب خبرات تعلم لغه برمجيه نتعلم اساسيات ديال الويب نتعلم نمشي نقرا على ناخذ دي فورماسيون فيسبوك ادز جوجل ادز نعمر راسي ندخل للمنتديات اللي غيفيدوني نحاول نتعاشر مع ناس اللي غيفيدوني ناس اللي غيعطيوني شي قيمه مضافه
الناس اللي غنتناقش معاهم غنتناقش معاهم في العامرة ماشي في الخاوي. هادو هما اللي محتاج انت في هاد المرحلة. واحد اخويا راسو خاوي بغيت نعطيه اتساع، اخويا تقلبتي علينا وجهك اخويا، ما كاش تزاد فيك اخويا، اخويا ما طلق ليا ما نليق ليك، حيت الا بقيت تابع غنمشي هي للهاوية. انا في واحد المرحلة كنبني فيها راسي، انا ماشي في واحد المرحلة ديال انني نترافق معاك. كون اناني في هاد النقطة هادي، اللي لايق ليك صاحب معاه وتعشر معاه، اللي ما يلايق ليك عطيه اتساع، لان هذاك هو يوترك وغتلقى راسك في نهاية المطاف انك ما درتي والو. ايوا هادشي اللي نعطيك اخويا كنصيحة بالنسبة للاخ اللي 17 عام.